السلام عليكم، تحياتي واحتراماتي للجميع. أتمنى تكونوا بخير الإخوان جميع مربي الطيور. هذا الفيديو هذا عنده علاقة بواحد لو سونداج، واحد استطلاع رأي أو استبيان رأي اللي قمنا به على الصفحة هذه واحد تقريبا 10 أيام، يوم 19 أبريل 2022. اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، 10 أيام بعد نشر هذا الاستبيان ديال الرأي. قمت بزيارة للموقع باش نشوف النتائج ديال هذا استطلاع الرأي. فالنتائج هي كتبان لكم في الإكرون، وعلى واحد العينة، واحد الشريحة ديال المربون المهتمون بالطيور المحمية، اللي هما 40 شخص هما اللي قاموا بهذه العملية، اللي طلعوا على المنشور وقاموا بعملية الدخول إلى الموقع وتسجيل يعني الجواب ديالهم بنعم او لا ام لا. ف40 ديال الناس من بينهم 38 شخص اللي كيقول نعم انا مستعد للانضباط مع هذه القوانين، وشخصين فقط اللي كيقولوا نحن لسنا مستعدين للانضباط مع هذا الراي. اذا تقريبا واحد البورسنتاج ديال 5% ديال الناس اللي ما مستعداش تنضبط مع هذه القوانين، و 95% من الاشخاص اللي هما مستعدين يواكبوا هذه المرحله الاتيه ديال الانضباط مع القوانين. فالعدد هو قليل جدا، 40 شخص ملي نقارنوها بمجموع هو المربون اللي كاينين مثلا في يعني على الساحه المغربيه ولا غير على ديك العدد اللي كيتواصل معنا على الفيسبوك، ربما واحد 1000 ولا 2000 ديال الاشخاص اللي كنتواصلوا معاهم تقريبا يوميا، كنشوفوا المنشورات ديالهم، كيشوفوا المنشورات ديالنا. من داك 1000 شخص كاينه واحد 2000 ولا 1000 شخص كاينه واحد 100 ولا 150 شخص اللي دائما معنا في تفاعل عبر الكليك، عبر جيم، عبر التعاليق. فإلا خدينا على داك 200 شخص مثلا اللي اكتيف يعني معنا في مواقع التواصل، ف40 فقط اللي امتثلوا لهذا السونداج ولا اللي تجاوبوا مع هذا السونداج. هذه الكلمه اللائقه، اللي تجاوبوا مع هذا السونداج. فاولا تحيه لهم، لان كتبين على مدى يعني روح المسؤوليه، واحد الوعي جديد عند الهواه. لا نلوم الاخوان اللي ما تجاوبوش مع هذا المنشور. فهاد المسائل احنا حتى في المغرب يعني دائما ناخذ هاد المسائل ما كناخذوهاش بجديه. وهي هاد المجال ديال لي سونداج ديال استطلاع الراي، فهو واحد العامل يعني من العوامل الاساسيه فيما يسمى، حنا كنا قريناه في واحد الماده ديال الماركتينغ، يعني لتسويق واحد المنتوج ولا باش تعرف لو كومبورتمون ديال المستهلك. فلي سونداج كيشكلوا واحد لاباز اللي هي مهمه، يعني عندك واحد لا بوبولاسيون، واحد المجتمع فيه مثلا واحد مليون شخص ولا هذا، فما يمكنش انك تمشي تسولهم كاملين باش تعرف الراي الجماعي ديالهم. فكاين طرق علميه، داكشي فيه لي ستاتستيك، فيه دي كيما نقولوا دي بروغرام دو كالكول. عندك مليون شخص، الا بغيتي تعرف الجواب مع واحد الهامش ديال الخطا مثلا ديال 10%، فسير سول غير 100000 شخص، على 1000، على مليون شخص. فالعدد لا يهم، ولكن اختيار الـ 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 يعني الموضوع اولا، و الا كانوا عندك اجوبه قليله وكتكون كما نقولوا فيابل، يعني اجوبه صريحه ما فيهاش ومعقوله ومسؤوله، فهو كيعطيك واحد الانطباع يعني انطباع واضح على هذاك لو سونداج وعلى الموضوع ديال لو سونداج. بمعنى ان العدد لا يهم. المساله هذه يعني ممكن تطالعوا عليها في هذا العلم ديال لي سونداج. ولكن حنا كهوات يعني من المؤسف، لا شك اننا في هذه المرحله هذه، فالاخوان لاحظتوا كاع الاخوان يدعون الى الاحترافيه، الى المرور الى مرحله اخرى من الهوايه، الى الرقي بالذات ديالنا في الهوايه. بعض المسائل اللي كتطلب منا هاد المجهودات صغيره. فالراي ديالك انت كمربي، سواء كنت منخرط لواحد الجمعيه ولا واحد الهيئه ولا يعني مربي مستقل، فلا يمنع انك تشاركنا هذا الهم الجماعي، وانك تودي بالراي ديالك. فلا يلزمك انت، هذا غادي تدخل
وانا كتطلع رايك كتدخل كتبقى الاسم ديالك مجهول، حتى هاد 40 شخص اللي جاوبوا مع هذا السونداج فمن خلال النتائج ما كنعرفوش الاسماء ديالهم ولا شكون هما. كتدخل كتعطي الراي ديالك وكون على يقين بان ذاك الراي ديالك كيعطي واحد النسبه ديال التجاوب مع ذاك السونداج اللي ممكن انه يعطي واحد الانطباع، خاصه اننا محتاجين انواع ديال السلوكات في الهوايه ديالنا. خاصنا نفكروا جماعي، فلا يهم ان تجي البادره من عند مراد معارف ولا من عند اخ ولا من عند جمعيه ولا من عند هيئه، فهذا لا يهم. المهم هو انه الى فكره كنشوفها في صالح الهوايه وجاءت من عند اي واحد، لا يهم الانتماء ديالو ولا واش عندنا معها مشكل ولا ما عندناش مشكل، ما دام انه الموضوع اللي كيطرح انه يشكل هاجس جماعي فنمشيو معاه. ف دائما نحاولوا نناقشوا افكار، نبعدوا على الشخصانه، نبعدوا على الامور يعني الذاتيه بيناتنا، وهذا فهذه من المسائل اللي ضروريه الاخوان في هذه المرحله بالذات. فدائما كنشكر الاخوان اللي تفاعلوا مع السونداج غادي يبقى مكمل، ما غاديش نحبسوا، نحاولوا نعطيو واحد المده واحد 10 ايام اخرى. نتمنى الاخوان يتجاوبوا مع هذا لو سونداج. هذا السونداج غير يعطينا غير فكره، يعني ما غنستعملوه حتى شي حاجه، ما عندنا لا سلطه تنفيذيه في ميدان الهوايه تربيه الطفل لا والو، ولكن تكون اشارات للناس اللي باغيين يخدموا في جميع الملفات اللي عالقه الان، كملف الحسون، كملف الطيور الاخرى ديال الزينه اللي هي موضوع القانون ديال 2905. فهادو مسائل ما كرهتش انا، ماشي غير يداروا جميع الصفحات جميع المجموعات ديال التربيه الطيوري، فهو اللي عنده عدد كبير ديال المنخرطين فيها، فهم يقوموا بنفس العمليه ديال لو سونداج، يشوفوا نعرفوا جس النبض ديال الناس واش مستعدين، لان ربما الناس اللي ما تجاوبوش انهم ما عندهم ما يديروا بهادشي. هذا سؤال كبير وكنعانيو منه، انه انسان معاك في الهوايه وغير مطلع على قانون 2705 والقوانين الاخرى اللي فوق 2705، لا يهمه الامر، لا يطلع على القانون. وملي كتكلم معاه على هاد المساهي وكاودي انا ما عندي ما ندير فريخاتي في داري مريح في داري، هذا فهذا موقف، هذا موقف خاصنا نعالجوه، خاصو يعرف بانه راه انت جالس ترونكيل في دارك ما عندك فريخاتك، ولكن واحد الوقت راه غادي يكون عندك مشكل. ففي اطار واحد الحمله تحسيسيه راه ماشي كنقوم بها انا بوحدي، كنقوم بها الاخوان كاملين الاخوان بدون استثناء، من غير الاخ مصطفى البوشتي ولا السي الاستاذ ديالنا السي عبد المجيد ربوح، ولا هناك شباب الان بداو كيتحركوا، وانا صافا فرحت بزاف عبر الصفحات عبر لي جروب كنشوف كندور كيبانوا لي الناس بدات واحد الحيويه، واحد لاسونسيبيليزاسيون، واحد التحسيس بان هناك شيء يجب ان يتغير في هذا الهواء. فتحياتي للاخوان، ونتمنى انكم تجاوبوا مع داك لو سونداج. من في النهايه ديالو غادي 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 نقوم بواحد واحد العمل اللي ربما غير يليق الاستحسان ديال الاخوان المربون ديال الطيور المحميه، وخاصه الناس المهتمين بطائر الحسون. فهذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو. مره اخرى عواش المباركه، تحياتي واحتراماتي للجميع، والسلام عليكم.